أما هلأ ليا بننتقل لفقرتنا التالية، الفقرة المعنية بالحالة النفسية. لليوم رح نتحدث عن التعلق بالأشخاص سواء العاطفي أو غيره، متى يتحول إلى مرض وما هي نتائج النفسية على الحياة اليومية، سواء من نجاح أو فشل عند فقدان هذا الشخص أو الابتعاد عنه. كل هالتفاصيل رح نناقشها مع الأخصائية النفسية الاجتماعية عزة كردي. أهلا وسهلا فيك. يا هلا، صباح الخير. أهلا وسهلا فيك، يسعد لي صباحك. يعني بالمجمل نحن السوريين كتير عاطفيين، كتير منتعلق بأشخاص، كتير منزعل من فقدان أشخاص وخاصة عزيزين على قلبنا، من غير شر فقدان عادي مو موت. خلينا نقول أكيد. خلينا نحكي هي العاطفة قديش مهم إن هي تكون موجودة، ولكن ضمن مثل ما بيقولوا ما تزيد عن حدها لحتى ما تأذي الشخص. أكيد. هلأ نحن هو الإنسان بشكل عام دائما بتبقى متميز بأنه عنده دائما العواطف الجياشة، ولكن حتى نحن نقدر أنه نخفف من حدة هاي المشاعر، خلينا نعرف السادة المشاهدين شو يعني أنه إنسان يتعلق بإنسان، أو شو مفهوم التعلق اللي هو باختصار بيمثل حالة، أو هو فينا نعتبره أنه هو دافع من دوافع الحب الإنسانية الرائعة اللي بتندرج تحت سياق اجتماعي خاص بالعلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد عادة بالمجتمع. ولأنه التعلق بيكون كثير شديد أحياناً بين الأفراد، بيكون طبعاً في له أسبابه. لازم يفهم الناس أنه كل ما كان الإنسان عنده شدة تعلق أكثر بحالة أو بماضي أو بأشخاص معينين، هو أكيد بيكون عم يسبب لنفسه الأذى الأكبر بالحياة، وعم يؤذي نفسه بشكل أساسي أكبر. يعني خلينا نحكي عن الفرق بين الحب والتعلق. هو نعم. التعلق مثلاً والتعود هي بمثابة عادي بشكل يومي وبتفقديها نوعا ما. اليوم عم نحس يمكن كتير بالظروف القاسية اللي عم تمر في أشخاص، فعلا عم تتقلق مثلا حتى مش بالحبيب بالرفيق بالأماكن، في تعلق بتلاقي غريب. ومثل ما قالت يمكن ليا ببداية حديثها، نحن بالمجتمعات العربية نوعا ما أكثر عاطفية وبنعبر من خلال عاطفتنا. نعم، سؤال جميل جدا الحقيقة. الفرق بين الحب والتعلق دائما يختلط عند بعض الأشخاص. الفرق بين الحب والتعلق بيقولوا لك إنه نحن متعلقين بهذا الشخص، أو نحن منحبه لدرجة فظيعة، فبيكون هو هذا تعلق وليس حب. التعلق دائما لما الإنسان بيكون عنده الحب، فإذا هو عنده مشاعر الحب والبهجة. مشاعر الحب هي من أسمى المشاعر الموجودة، يعني اللي هي جبلنا أنه نحن يعني نعيشها ونستمتع فيها. فإذا ما كان الحب بده يعطيني الحب، يعني الحب العاطفة الحب، مثلا ما كانت بدها تعطيني الأمان والسعادة والبهجة، واللي بتكون أنا هيك سعيدة بحياتي، تعطيني نوع من هاي العواطف السامية الراقية، فإذا هذا ما اسمه حب. الحب هو بيعطيني هاي المشاعر، لكن التعلق هو حالة من الاختناق. يعني لما الإنسان بيكون متعلق بشيء غير لما بيكون بيحب شيء. لما بتكوني أنت متعلقة بأمر ما أو بشخص ما لنفرد أو بمكان ما، فأنت بتكوني عم تولدي لنفسك مشاعر من الاختناق من الحزن. إذن هذا ليس حب، هذا مجرد تعلق وقتي أو نتيجة ظروف. طبعاً لأنه يعني هلأ رح نحكي بعد شوي من أسباب التعلق، وأنه بتكون في ظروف مرق فيها الإنسان بحياته أدت لهذا التعلق. فإذا الحب شيء والتعلق شيء ثاني تماماً. ست عزة، خلينا نحكي بموضوع أو بشيء هامش كتير مهم. نعم. هو تعلق أو حب زايد الأم بابنها، منلاقي كتير متعلقة فيه. وقد يروح المدرسة هي اللي بتقضي وقتها عم تبكي على أنه هو راح المدرسة. نوصل لمراحل متقدمة عند الزواج، هون منلاقي الكارثة الكبرى، أنه بتيجي بنت أو بالعكس تأخذ الولد من أمه، فهون منلاقي في حساسية زيادة عن اللزوم. هذا اسمه تعلق ولا حب زايد، ولا اسمه حالة يمكن بتوصل لحالة مرضية؟ هلأ طبعا أكيد نحن بدنا نحكي أنه التعلق المرضي، يعني هو التعلق الزائد، هو رح يكون بالنهايه يسبب حاله مرضيه معينه الى تاثيرات كثير على شخصيه الانسان وبالحياه وبتاثير اجتماعي. فلما الشعور الطبيعي دائما عند الامهات انه تتعلق باولادهم، لانه التعلق الطبيعي من مراحل التعلق الطبيعي، سواء منذ بدايه الطفل، يعني منذ الطفل لما بيكون اساسا هو في جنين في بطن والدته، ثم يكبر
الطفل يتعلق بالمحيط الأم الأب، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المحيط الأصدقاء والمدرسة، وبعده أيضا ينتقل حتى يصبح فترة المراهقة يتعلق بناس محددين. طبعا هذا التعلق بيكون بدون وعي أكيد، لكن تعلق الأم بأولاده أكيد هو حالة طبيعية، نحن ما ننكر هذا الشيء، هذا شعور طبيعي، هو أكيد حب. ولكن لما الأم بتكون عندها هذا الوعي، إنه نحن دائما بنقول إنه الإنسان دائما ينظر للأمور بمنظور عقلاني، دائما الإنسان لما بده يوصل لهي المرحلة إنه يكون في حالة زواج، سواء كانت للبنت أو يعني الذكر أو الأنثى، عم بتصير في حالات مرضية. وفيني أقول لي كمان في حالة تعلق البنت بوالدها لما بدها تتزوج، هو ممكن بيطلع يكون عيونه بيقول له أنا 30 سنة ربيت فيها بدك تاخذها على البارد. هاي الجملة المعتادة، هاي بتكون مشاعر مؤقتة، هاي تعبير عن مشاعر مؤقتة، هاي بتكون لمرحلة معينة. لكن لما بتنتقل الفتاة لبيت زوجها أو الرجل الشاب بيعيش حياة أسرية سعيدة، فأكيد بتكون السعادة تغمر الأب والأم، هذا بيظهر. هاي مشاعر مؤقتة، يعني مشاعر الأم لما بدها تحصل يعني انه تكون عندها هاي المشاعر تجاه ابنها، اكيد هاي لازم تكون مشاعر مؤقتي، مشاعر مؤقتي. لكن بعدها لما بتشوف ابنها سعيد، هذا كله تعبير عن عاطفه الحب، وليس انه فينا نقول التعلق، لانه التعلق بيكون اكبر من هيك بكثير. يعني التعلق بيكون لدرجه انه ممكن اذا زوجت ابنها ممكن تفارقه ولا لحظه، يعني ممكن ما تتقبل فكره انه هو حيتزوج ويصير ببيت اخر او ببيت ثاني. وبالحقيقه كثير وردنا استشارات بهذا الموضوع، يعني لدرجه انه معقول تحب اكل اكثر من اكلي او عرفتي هيك بتصير. صحيح، فهي هون بيكون عندها وعي، والمحيط الحوالي، يعني هون دور الابن انه يكون هو عنده شويه تفهم لهذا الموضوع، ويفهم انه هو بالمرات يعني بالمستقبل القريب ممكن هو يكون راح يمر بنفس الوضع. صح. وراح يكون هو كمان اب ويقدر مشاعر الامومي، ونحن ممكن نتعامل مع الام بفتره معينه، بنحاول انه نستوعبها ونحتويها، بعد فترة بتمر الأمور بسلام. طيب حكيتي كلمة كتير مهمة، يمكن خلال الحديث أحياناً حالة التعلق بتكون لظرف أو ظروف مر فيها هيدا الشخص، أو بعتقد هي التربية والعائلة المحيط. نعم. بيلعب دور بشكل كتير. نعم. كبير. خلينا نحكي عن حالة التعلق لما تكون حالة مرضية، شو أسبابها؟ كيف ممكن نقدر نتعامل معها؟ قديش فعلاً هي يا تكون ظروف مرين فيها يا المحيط؟ لأنه أحياناً بتلاقي ناس كتير عاطفيين بيعبروا بطريقة بالمحبة بالكلام، كمان بتأثر بالحياة اليومية لما يبلش الشخص يكبر يصطدم مع صعوبات الحياة. أكيد. هلأ الظروف بشكل عام يلي الإنسان بيمر فيها بتأثر تأثير مباشر، إما سلبي أو إيجابي، على حياته وعلى مشاعره، سواء كان بمراحل حياته العمرية المختلفة. فبالتالي ممكن أي إنسان يكون عنده حالة من التعلق المرضي هو بنتيجة لتجارب وخبرات وأمور عاش بحياته. لأعطيك مثال بسيط يمكن مشان أقرب للسادة المشاهدين، ممكن يكون مثلا تعامل الأطفال أو يعني خلينا نقول الآباء والأمهات مع أبنائهم. ممكن تكون عندنا نموذج لبعض الآباء والأمهات، ممكن ما يعطوا أولادهم حنان، أو ما يعطوا أولادهم عاطفة، ممكن يكونوا هني شوي عندهم نوع من الجمود، عندهم نوع من العصبية في التعامل أو في التربية. إيه ممكن يكون هذا الشيء هو يأثر على الأطفال، فبالتالي لما الطفل بده يكبر ممكن هو يتعلق بأي إنسان أو أي صديق، ممكن يعطي كلمة اهتمام أو يعطي كلمة حب، أو يمكن العكس، تعلق أو العاطفة المفرطة هي بتعلم الشخص كمان يكون العاطفة المفرطة. كيف بتكون عاطفة مفرطة؟ لما نحن بالأساس بنترك لمشاعرنا أنها تنساب بدون وعي، لكن لما بتكون في تجارب أساسا منذ الصغار، تجارب نفسية أو حتى ظروف في فترات المراهقة وما بعدها، هي كلها بتأثر على سلوكنا بعدين، وبتأثر على مدى تفهمنا لشو معناتها التعلق، شو معناتها انه يكون الانسان عنده تعلق مرضي باشخاص او بمكان او بزمان. يعني انه نحن لما بنربط نحن سعادتنا بسعادة شخص معين اللي بسبب وجوده، هذا اسمه تعلق. يعني الانسان لازم يرفع قيمته لذاته، يكون هو متعلق بنفسه اولا واخيرا، متعلق بسعادته، بحب حاله لكن بدون انانيه. صح. يعني انا بدي احكي بس شوي عن الاسباب يلي بتخلينا انه مثل ما تفضلتي حضرتك بالسؤال، انه الاسباب غير الظروف اللي بيمر فيها الانسان، كمان عدم الادراك وعدم الوعي وعدم تفهم المحيط دائما للاشخاص اللي بتكون بهذا النموذج. يعني ممكن انه هن يتركون، نحن دائما بنوصي انه دائما يتم توجه النصيحه، ودائما التعلق هو ما كلمه سهله ابدا، لانه التعلق ممكن يسبب امراض وله تاثير جدا مهم على الصحه النفسيه وعلى الحياه الاجتماعيه.
نعم ست عزة، بالختام خلينا نحكي كيف فينا نحن كأشخاص منتعلق بأشخاص تانين أنه نحن نسيطر على حالنا، أنه نحن نعمل كنترول على حالنا. نعم. من بداية أي علاقة، إن كانت مع أخوة مع رفقة مع حبيب، بأي علاقة إن كانت، أي حدا. نعم. بحس حاله عنده تعلق بده يتعلق، شو لازم يعمل كنترول على حاله؟ اولا قبل الانسان ما يعمل كنترول، اكيد هو رح يعمل كنترول اذا فهم شو معناته موضوع التعلق وقديش هو بخطر، لكن بدي اوضح نقطه صغيره اللي هي انه التعلق المرضي له اثار جانبيه على الصحه النفسيه، اللي نحن لازم نذكر للساده المشاهدين، لانه التعلق المرضي بيؤدي لتزعزع العلاقات الاجتماعيه. صحيح. بيؤدي لحاله من الانطواء، بيؤدي للعزله، بيؤدي لامراض جسديه. لما الانسان بصير عنده تعلق بصير عنده ما بيقدر ياكل، ما بيقدر يشرب، قله نوم، هذا بيؤدي لنحول، بيؤدي لأمراض إلى آخره. لكن نحن لما بنقول دائما وجه النصائح اللي بدي وجهها للسادة المشاهدين، دائما لما نحن بنحس حالنا أنه نحن متعلقين بأشخاص، لازم نحن نعرف أن هدول الأشخاص هني مجرد محطة بحياتنا، هن بجوز ما يكونوا موجودين دائما بالحياة معنا بجميع المراحل. فكل محطة بحياتنا إلى دور هي بتعطينا شيء ونحن بنعطيها شيء، وبعدين ممكن تمرق من حياتنا ويجي غيرها. فنحن الواجب علينا نحن ما نتعلق، يكون عندنا تعلق بأي حدا بيمر بحياتنا أو أي موقف أو أي ظرف أو أي مكان حتى، أو حتى الماضي، هذا كله نحن بدنا نوقف. ودائما للأشخاص اللي بيكونوا هن عاطفيين زيادة عن اللزوم، دائما بنقول لهم، أنا دائما بقول أنه وجه العاطفي وخلي عاطفتك السامية دائما وأبدا وفي كل الأوقات للقوى العليا المتمثلة بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الحب الأساسي، والحب اللي هو اللي من خلاله ممكن أنك أنت تقدر أنك أنت توزع يعني الحب، ويكون عندك حب مندرج بشكل راقي، تقدر أنت أنك تفهم طبيعة الأشخاص وما ترفع سقف توقعاتك حتى ما تنصدم من الأشخاص بجميع، يعني سواء كان بالحياة الزوجية، لما إنسان تتعلق بزوجها زيادة عن اللزوم، لما طفل يتعلق بأهله، لما مثلا خطيبة تتعلق بخطيبة. فإذا نحن بنكون فاهمين تماما هو الاعتدال يمكن، والمعاملة النفسية الصحيحة نخلص وقتنا والفهم تماما طبعا، والمحيط بيلعب دور والعائلة بتلعب دور. بدنا نشكرك الأخصائية النفسية والاجتماعية عزة الكردي على وجودك معنا، ومثل ما قلت يمكن هي كثير من الظروف تلعب دور خصوصا البيئة المحيطة. شكرا كثير. أكيد. شكرا لكم لاستضافتكم الكريمة. أهلا وسهلا فيك، يسعد لي صباحك.